السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتقرير اليومي للسوق السعودي اليوم 20 أكتوبر. هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام، والمؤشر العام طبعا ارتفع معانا خلال اليوم النهاردة، وصل لـ 11903، وامبارح برضو كان صعد معانا، اتكلمنا عليه يوم الاثنين وقلنا إن احنا هنشوف صعود، وفعلا صعد معانا يوم الثلاث والاربع، وصل زي ما قلنا ل 11903، واحنا مستهدفين زي ما اتكلمنا قبل كده الـ 11964. ده الهدف القادم، هو على بعد بالظبط يعني حوالي 61 نقطة من المقاومة اللي عند الـ 11964، واللي اتوقع ان هو ممكن يوصل لها خلال اليوم بكرة ان شاء الله. بكرة اخر الاسبوع هيكون اغلاق اسبوعي، لو اغلق على ارتفاع اتوقع اغلاق اسبوعي قوي جدا ان شاء الله على المؤشر العام. ننتقل للاسهم اللي حضراتكم طلبتوها مني سواء على السناب شات او على التويتر. خلينا نشوف الاسهم دي معانا. اول سهم، سهم فتيحي، ادي السهم مجموعة فتيحي. مجموعة فتيحي طبعا كان عندنا نقطة دعم هنا، نقطة الدعم كانت عند الـ 50.49، تم كسر نقطة الدعم دي ونزل معانا نقطة دعم تانية أو منطقة طلب تانية عند النقطة دي أهي، عند الـ 43.68. من الـ 43.68 لحد مستوى الـ 45.30، أو ما وصلهاش، أو احنا نقطة الدعم بتاعتنا بالظبط أو منطقة الطلب هنا أهي، من الـ 43.51 بالظبط لحد اهي، دي المنطقة اللي بدأ يصعد منها لحد الـ 46.15 اهي، دي منطقة الطلب، شايفين لمسها بالملي وبدأ يصعد منها، من الـ 43.51 للـ 46.15 نزل ارتكز عليها وبعدين صعد بقوة. دلوقتي هو نازل تاني، كسر الـ 50.49. هنشوف الإغلاق الأسبوعي بتاعه عامل ازاي. الأسبوع الماضي كان إغلاق كويس جدا إلى حد ما، أهو الأسبوع الماضي كان إغلاق كويس. المفروض دي شمعة انعكاسية، بعد ما بتظهر الشمعة دي بيحصل تصحيح لمنتصف الشمعة وبعدين يرجع تاني للاتجاه بتاعه. احنا ما زلنا في الاتجاه الصاعد، هيتم كسر الاتجاه الصاعد ده في حالة كسر الـ 43.51، لكن لو فضل فوق لو رجع تاني وأغلق أسبوعي فوق الـ 50.49، أتوقع إن شاء الله إن احنا نشوف مزيد من الارتفاعات على سهم فتيحي، قد يصل معانا الارتفاع لمستويات الـ 60.45، أو منطقة العرض اللي هتكون ما بين الـ 59.26 للـ 60.45، وفي حالة اختراقها والإغلاق عليها نروح لمنطقة العرض التانية ما بين الـ 62.49 لحد الـ 63.94. ده بالنسبة لسهم مجموعة فتيحي. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم أسمنت الرياض. ادي سهم أسمنت الرياض، فين سهم أسمنت الرياض؟ أهو ادي سهم أسمنت الرياض. أسمنت الرياض هابط زي ما احنا شايفين، الاتجاه هابط جدا وواضح، فأنا شايف إن هو قرب جدا على منطقة طلب. منطقة الطلب بتاعتنا ما بين الـ 32.75 لحد الـ 33.10، أو ممكن نمدها لفوق شوية أهو لحد الـ 33.20 وننزل اللو بتاعها هنا شوية، يعني من الـ 32.60 لحد الـ 33.20، دي منطقة الطلب بتاعتنا اهي، شايفين هنا فضل يجمع قد ايه وبدأ يصعد بقوة. فانا شايف ان هو لو ادانا اشارة من النقطة دي هتكون فرصة كويسة جدا جدا على سهم اسمنت الرياض ان شاء الله. هنستهدف الـ 34.80، وفي حالة اختراق الـ 34.80 ممكن نصل معاه للـ 36.80، وباختراق الـ 36.80 ممكن نصل للقمة اللي عملها عند مستويات الـ 39.30 بإذن الله. ده بالنسبة لسهم أسمنت الرياض. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم سيسكو. ادي سهم سيسكو، سهم سيسكو اتكلمنا ان هو هيصعد من هنا، حتى احنا راسمين السهم اهو، وفعلا صعد بعد ما اتكلمنا عليه شوية من منطقة الطلب ما بين الـ 35 للـ 35.75، شايفين الصعود عمل يعني كان صاعد من هنا ازاي. اتوقع لسه ليه مزيد من الصعود، بس احنا اتكلمنا ان عشان يستكمل الصعود قبل كده لازم نشوف اغلاق فوق الـ 38.15،
38 15 مستوى منطقة العرض اللي عندي هنا اهي، شايفين دي كانت منطقة عرض ما بين ال 37 45 ال 38 95 تمام. هو هنا اهو حاول يخترقها ما قدرش، هنا اهو برضو كانت منطقة عرض نزل منها، طلع نزل تاني بس نزول ضعيف، وبعدين اخترق وصعد بقوة وصل لمستويات ال 52 او ال 53 تقريبا. فاحنا عندنا هنا نفس الكلام، هننتظر اغلاق فوق ال 38 95. احنا عندنا الاغلاق الاسبوع الماضي كان اغلاق ممتاز جدا، الاسبوع ده هو خلاص شبه صحح لمنتصف الشمعة، المفروض نبتدي نشوف صعود مرة اخرى على السهم. فان شاء الله لو اخترق معانا ال 38 95 زي ما قلت هيأكد معانا الصعود ويوصل معانا ل 42 لل 43 منطقة العرض دي، ولو اخترق ان شاء الله يروح لل 44 80، وبعدها هنشوف مستويات، لو طبعا اغلق فوق ال 44 ممكن نشوف مستويات ال 49 وبعدين مستويات ال 50 ريال وقد نصل لل 53. ده بالنسبة لسهم سيسكو. خلينا نشوف السهم التالي معانا، سهم ميبكو. سهم ميبكو، سهم ميبكو طبعا دلوقتي محقق قمم تاريخية، وصل عند 46 55، كان عندنا نقطة مقاومة قوية هنا اهي، نقطة المقاومة بتاعتنا كانت عند ال 45 65، اخترقها امبارح واغلق عليها، النهاردة شبه عمل اعادة اختبار وبدأ يصعد تاني. فانا متوقع يعني خلينا نشوف فين النقط المقاومة التانية، يعني هو المفروض قرب على القمة التاريخية بتاعته عند النقطة دي كده عند ال 49 16، 49 16 دي القمة التاريخية بتاعته، المفروض ان هو دلوقتي في الطريق لل 49 16. لكن لو جينا يعني مثلا قسنا دلوقتي في فيبوناتشي عشان عايزين نعرف اهداف اعلى، المفروض الاهداف اللي جاية 47 16 49 07 اللي هي تقريبا برضو قريبة من 49 16، ولو اخترقها ان شاء الله ممكن نصل لل 54 61. ولكن سهم ميبكو سهم كويس وفي اتجاه صاعد والدنيا تمام جدا فيه، احنا يعني اللي هيشتري هيبقى مشتري مع الاتجاه. فانا شايف ان سهم ميبكو ان شاء الله هيواصل الصعود، عندنا اهو الترند الصاعد واضح جدا امامنا تمام، ادي الترند الصاعد اهو واضح جدا امامنا، فشايف ان هو هيستمر ان شاء الله في الصعود، وعندنا هنا كمان ترند فرعي تمام، ادي الترند الفرعي بتاعنا هنا اهو شايفين صعود بقوة. فانا شايف باذن الله ان سهم ميبكو لسه ليه مزيد من الارتفاعات ان شاء الله، هيوصل معانا ال 49 16، وبعد ال 49 16 زي ما قلنا ممكن نشوف الاهداف اللي احنا حددناها بالفيبوناتشي لحد مستويات ال 54 55 باذن الله. ده بالنسبه لميبكو. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم الجزيره، بنك الجزيره. ادي بنك الجزيرة، طبعا السهم اخترق معانا نقطة المقاومة اللي عند 19 ريال وصعد عليها، كانت نقطة مقاومة قوية صعد عليها، ما دام السهم مستقر عليها اعلى مستويات 19 ريال انا متوقع ليه لسه مزيد من الاهداف لحد 19 96. هو النهارده قفل على 19 28، ارتفاع طبعا مقارنة باغلاق امبارح او على نفس الاغلاق. طبعا لو بصينا على الاسبوعي، الاسبوعي لحد ما كويس، صعد يعني بمقدار 1.25% من بداية الأسبوع، أتوقع إن شاء الله إن هو يقفل أسبوع إيجابي، وأتوقع خلال الفترة اللي جاية ممكن نشوف ال 19 96. وزي ما قلنا قبل كده لو تم اختراق ال 19 96 أتوقع المزيد من الصعود والارتفاعات إن شاء الله، قد تصل معانا الارتفاعات، يعني إحنا هناخد ده نموذج علم عندنا من القاع للقمة، يعني ده أهو ممكن مثلا لو اخترق من هنا كده يوصل معانا لمستويات ال 25 ريال بإذن الله. ده بالنسبة لسهم الجزيرة. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم مجموعة سافولا. ادي سهم مجموعة سافولا، مجموعة سافولا ارتفع معانا الحمد لله زي ما توقعنا، وصل لل 38، والاغلاق الاسبوعي اتوقع يكون اغلاق اسبوعي ايجابي جدا اهو، طبعا الحمد لله ايجابي، اتوقع لسه ليه مزيد من الارتفاع. الاغلاق الاسبوع ده هيبقى كويس، والاسبوع الماضي ممتاز، وهو اعلى منطقة طلب زي ما واضح امامنا كده من ال 37 ل 37 80، اتوقع ان هو يواصل الصعود لل 39 75 لل 40 25، دي منطقة العرض بتاعتنا اللي لو اخترقها ان شاء الله هيكمل نموذج الهارمونيك بتاعنا لحد مستويات ال 43 15.
ده بالنسبة لسهم مجموعة السابولة. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم اس تي سي. ادي سهم اس تي سي. اس تي سي واقف معانا عند منطقة طلب من 117.20 لل 119.60، منطقة طلب ممتازة جدا جدا، ولكن يعني انا شايف ان هي تصعب، يعني هيصعد من هنا، ولكن الافضل نشتري امتى؟ بعد اختراق ال 121.40. لو اخترق ال 121.40 واغلق عليها هيأكد معانا الصعود والارتفاع ان شاء الله، قد يكون لل 126.20 129 كهدف اول، وفي حالة الاختراق والاغلاق عليها نوصل لل 136 136 لل 138.60 باذن الله. لكن لو لا قدر الله كسر ال 117.20 ممكن ينزل معانا لنقطة الدعم اللي هتكون عند مستويات ال 113.80. ده بالنسبة لسهم اس تي سي. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم دراي ريت. ادي سهم دراي ريت. سهم دراي ريت طبعا ماشي في وايد رينج، الوايد رينج واضح امامنا اهو، من هنا من ال 13 ريال تقريبا او ال 12.98 بالظبط لحد مستوى ال 13.82، دي اهي الوايد رينج بتاعنا، اتجاه عرضي نموذج مستطيل ماشي فيه، السهم يطلع عند الحد العلوي ينزل عند الحد السفلي زي ما واضح امامكم، بيعمل زي البينج بونج كده بالظبط. فاحنا دلوقتي على سهم دراي ريت، لو صعد من هنا ولسه ما فيش اي اشاره للدخول من ال 12.98 تمام، لو ادانا اشاره منها تكون فرصه وهنستهدف ال 13.82، لكن لو صعد على طول من غير اشاره يبقى هننتظر اختراق ال 13.82 والاغلاق عليها، وساعتها نبتدي نشتري بعد الاغلاق على ال 13.82 مباشره. لو ما عملش كده فاحنا ما فيش اي فرصه للدخول خالص على سهم درايا ريت، فان شاء الله يخترق معانا ال 13.82 ويقفل عليها ويدينا فرصه، او يدينا فرصه من ال 12.98. ده بالنسبه لسهم درايا ريت. ننتقل للسهم التالي، سهم اكوا باور. ادي سهم اكوا باور. طبعا لو فاكرين سهم اكوا باور لما كان في النقطه دي كده، احنا كنا حللناه على فريم الساعه على ما اتذكر يعني، او ال 15 دقيقه كمان، قلنا ان لو السهم اكوا باور اغلق فوق ال 67.90 هيوصل معانا لحد ال 71.80، او منطقه العرض اللي ما بين 70.90 لل 71.80، وبالفعل وصل السهم للهدف بتاعنا بالظبط، احنا حللناه في التحليل الاسبوعي، وصل للهدف بتاعنا بالظبط لمنطقه العرض اهو، وبدا ينزل تاني. طيب دلوقتي هو مستهدف ايه؟ هو ممكن ينزل تاني لمنطقه الطلب دي ما بين ال 67.20 لل 67.90، ومنها يرجع تاني للصعود لو ادانا اشاره انعكاسيه، ولو اخترق ال 71.80 واغلق عليها اتوقع مزيد من الصعود والارتفاع ليه ان شاء الله، قد يصل معانا لل 77 ريال. ده بالنسبه لسهم اكوا باور. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم التكافل الرجحي. ادي سهم التكافل الرجحي. التكافل الرجحي معانا برضو ارتد من منطقة طلب ممتازة جدا اهي، منطقة طلب ما بين ال 88 لل 89.70، منطقة كويسة جدا بدأ يرتد منها، اتوقع ان هو يستمر في الصعود ان شاء الله، عندنا الاغلاق الاسبوعي جيد جدا الى حد ما، فشايف ان هو هيوصل لل 95.40، ولو اخترقها واغلق عليها ان شاء الله هيوصل لل 102.60، وبعدها لو اغلق فوق ال 102.60 على الفريم الاسبوعي هيصل معانا لل 114.20، بس ده طبعا هياخد وقت شويه على لان احنا بنحلله على الفريم الاسبوعي، بصوا على الفريم اليومي فضل يعني خد وقت شويه بس صعد هنا بسرعه عشان كان في مشتري قوي، لو ظهر من هنا نفس المشتري القوي اللي ظهر في المنطقه دي اتوقع ان هو يوصل لل 114.20 على طول باذن الله. ده بالنسبه لسهم تكافل الرجحي. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم الخليج. الخليج للتدريب. ادي سهم الخليج للتدريب.
خليج للتدريب طبعا، يعني هنا اخترق معانا بعد ما كسر منطقة الطلب، طلع واخترقها مرة تانية وأغلق أعلاها. فاستقرار سهم الخليج للتدريب أعلى 26.85 لل 28.15، استقراره أعلى المنطقة دي بيدفعه لمزيد من الارتفاعات إن شاء الله. هنروح للحد العلوي للراية بتاعة العلم، يعني ممكن يوصل معانا لل30 ريال و10 هلالات تقريبا، وبعدها نشوف هل هيخترق ولا هيبتدي ينزل مرة تانية. لو اخترق يبقى هيكمل معانا لل31.25 ل32.25، لو وصل هنا وادانا اشاره يبقى هنبتدي نبيع، لكن انا شايف ان هو ممكن يرجع، يعني يبتدي يرتد ان شاء الله. عندنا فتح في الافتتاح الاسبوعي على فجوه صاعده، ودلوقتي هو بيحاول يسد الفجوه، ومتوقع ان هو يرجع تاني للارتفاع ان شاء الله. سهم الخليج للتدريب. اخر سهم معانا سهم التصنيع، ادي سهم التصنيع. سهم التصنيع معانا طبعا اغلاق ممتاز جدا 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 الاسبوع الماضي والاسبوع الحالي، اتوقع اغلاق ممتاز. بس عندنا برضو السهم دلوقتي ما اقدرش اقول لحد اشتري فيه، ليه؟ لان هو عنده نقطة مقاومة قوية، نقطة المقاومة القوية او منطقة العرض القوية بتاعتنا من ال 23 82 لحد ال 24 12. النهاردة حاول يخترقها، وفي بداية الاسبوع حاول يخترقها وما قدرش، فاحنا هنشوف اغلاق بكرة يبقى عامل ازاي. اغلاق بكره، الاغلاق الاسبوعي هيحدد. لو اغلق فوق ال 24/12 اتوقع اهداف قويه جدا جدا لسهم التصنيع ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. ممكن تصل معانا، يعني لو اخترق ال 24/12 اهدافه قد تصل معانا لمستوى ال 26/84 او اقل شويه، يعني خلينا نقول بالظبط الرقم اهو، الرقم بتاعنا 26.67 بالظبط، ده الرقم بتاعنا هو اللي ممكن يوصل له سهم التصنيع في حالة الإغلاق أعلى ال 24/12. وبعد ال 26.67 ممكن يصل معانا السهم لمستويات ال 29.33 بإذن الله. ده بالنسبة لسهم التصنيع. وبكده أكون انتهيت من التقرير اليومي للسوق السعودي، أتمنى أكون أفدتكم، ولو عندكم أي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت أسفل الفيديو باسم السهم ورقم السهم، وتقدروا برضو تتابعوني على تويتر، التويتر بتاعي أهو، ده البروفايل بتاعي على تويتر تقدروا تتابعوني عليه، وبرضو على السناب شات، يعني التويتر او السناب شات تقدروا تعملوا سيرش عليا اليوزر نيم ده اهو، احمد ار 220، تقدروا تعملوا سيرش عليا على السناب شات او التويتر باليوزر نيم ده، او السناب شات برضو تقدروا تعملوا سكان للكود ده، اول لما تدخلوا على التويتر هتلاقوا في الصور الكود بتاع السناب شات اهو على الشمال اهو، تقدروا تتابعوني تعملوا سكان للكود ده، أظهر لكم البروفايل بتاعي على السناب شات على طول إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم.